أثر خلفته الحضارة أو تركته الأجيال السابقة وله قيمة وطنيا وعالميا كتراث مشترك للبشرية أو مبدأ التراث أو مبدأ التراث المشترك مبدأ قانون دولي والربيعية تنص بأن المناطق الإقليمية المحددة وعناصر التراث المشترك ثقافيا وطبيعيا ثقافيا وطبيعيا يجب أن تكون في أمان للأجيال القادمة وأن تتم حمايتها من الاستغلال الترويعي من قبل الأفراد أو الدول القومية أو الشركات بداية الستينات تقرر تصعيد نوعية الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرار 49/700/2000 بإعلان المبادئ لتهيئة المرجعية والتي تحكم قاع البحار والمحيطات فاعتمدته 808 دول فتكتلت توعية ونص على ضرورة الحفاظ على قاع البحار العميقة للأغراض قاع البحار العميقة للأغراض السلمية النفعية فورد مفهوم التراث المشترك بأنه يتعلق بقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها قطعية خارج حدود الولاية الوطنية بموجب المادة 136 من معاهدة قانون البحار اتفاقية فالمبدأ بالجزء 11 يوجب محاباة الدول النامية صوت الضمير تأسيسيا وليس فقط بطريقة العمل الإيجابي العابرة فهو يدعي تسهيل سيطرة الدول الصناعية على السلطة الدولية لقاع البحار مما يسمح للقطاع الخاص أن يتقوى مناعيا
بالوصول إلى العمق قاع البحر بحوار حول التنمية المستدامة الشرعية تم ذكر مفهوم البشرية أيضا في معاهدة الفضاء الخارجي ليخلو وحدا رافدية وتتمتع كموضوع في القانون الدولي في دباجة الميثاق تواترا أحاديا تواترا لا أحاديا بل اتحاديا دباجة حلف دباجة حلف شمال الأطلسي 1949 ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب القانون الدولي فالعلاقة الهيكلية بين الدول الغنية والفقيرة والسواسية يرتاينا ثورة ليس فقط في قانون البحار ولكن في العلاقات الدولية والسياسية أهم مبدأ قانون حققه الإنسان أهم مبدأ قانوني حققه الإنسان على مدى آلاف السنين حيث كان القانون موجودا كعنصر منظم للتبادل الاجتماعي ممدودا متعلقا بحقيقة قانون دولي فرض حدودا يسعى المبدأ إلى حماية مصالح البشر واحترامها وتحقيقها بشكل مستقل ما تمحدودا عن أي دوافع سياسية ودولة ذات السيادة يغطي المفهوم كل البشر كل البشر ومستقبلا ليس منبوذا لا استيلاء خاصا ولا عاما لا استيلاء خاص أو عام لا أحد يمتلك قانون المساحات التراثية المشتركة فوفر مجهودا يا وزير أوقاف ومن تمثل من غير الشعب وفر مجهودا يجب على الممثلين من جميع الدول إدارة موارد المنطقة الإقليمية لمن تبث قيودا أو المفاهيم نيابة عن الجميع نيابة عن الجميع نظرا لأن منطقة المشاعات تعتبر ملكا للجميع مردودا على جميع الدول أن تتشارك بنشاط في الفوائد المكتسبة من استخلال الموارد لا نفوذا حيث منطقة المشاعات
متطلبا تحت نفسي للأنشطة الربحية للكيانات الخاصة. هذا يربط المفهوم بمفهوم الصالح العام العالمي وليس لإنشاء أسلحة جمة مترصة وليس لإنشاء أسلحة جمة مترصة كمنشآت عسكرية بمناطق المشاع حفاظا عليها لصالح القادم بالكجر الصاعد. هذا يربط المفهوم بمفهوم الصالح العام العالمي وليس لإنشاء أسلحة جمة متراصة كمنشآت عسكرية بمناطق المشاة حفاظا عليها لصالح القادم بل كجيل صاعد وتجنب مأساة العموم كون ادعاءات أكاديمية أنه عندما يتطلب مبدأ تغيير واحد إنشاء نظام دولي لإدارة الموارد قبل إنشاء النظام والوقف على استغلال الموارد. لم يحظى الموقف بتأييد معظم الدول خلال معظم الدول خلال مفاوضات الصياغة المحمية بالوافد بل كجيل صاعد عندما يتطلب مبدأ تغيير واعد قبل إنشاء النظام والوقف على استغلال الموارد. لم يحظى الموقف بتأييد معظم الدول خلال مفاوضات الصياغة المحمية بالوعي